محطتنا التالية رح نحكي فيها عن سرطان البروستات الأكثر تشخيصاً وهو السبب الثاني للوفيات عند الرجال في معظم أنحاء العالم، ودائماً بنسلط الضوء على الأمراض يمكن السرطانية. قديش يمكن في انتشار كتير كبير إلى بالآونة الأخيرة بالعشر سنوات رغم تطور الطب بشكل كتير كبير سلمى؟ أكيد نور، ومع زيادة عدد الإصابات بالعالم، ويمكن كمان سرطان البروستات يعتبر ثاني نوع من أنواع السرطانات اللي ممكن تصيب الرجال الأكثر شيوعاً بالعالم كله. وبنسمع كتير أنه التغذية هي علم بحد ذاته، ممكن يكون وقاية بكتير من الحالات، وممكن يكون جزء من العلاج أيضاً بحالات أخرى. رح نتعرف على شو الشيء الغذائي المناسب لمرضى طبعاً سرطان البروستات، وكل هالتفاصيل مع أسئلة كتير رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو دكتورة نور مانسترلي، اختصاصية علاجية بالغذاء. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتوره. صباح النور سلمى. بونجور نور. يسعد صباحك نور الجميله. دائما نحن مع كل الاخصائيين والدكاتره لما نقول انه نحن اختلفنا، يعني العصر اختلف والحياه اختلفت، ما كنا نسمع بكميه هي الامراض والانتشار كثير كبير عن ايام زمان. دائما بيقولوا لك لايف الحياه اختلف والنظام الغذائي اختلف. خلينا نحكي عن النظام الغذائي قديش بيلعب دور اليوم بهي الامراض. هلا اول شيء كنا نحن عم نقول انه سرطان البروستات بيحتل المرتبه الثانيه عالميا بالوفيات عند الرجال. صحيح. هلا نحن شهر نوفمبر شهر 11 هو معروف هو شهر للوقايه ضد سرطان الثدي، وكثير مهمل بهذا يعني الصراحه الرجل مهمل بهذا الشيء انه نحن بنركز على سرطان الثدي وبنهمل سرطان البروستات، وهو لا يقل اهميه ابدا عن سرطان الثدي وحتى طريقه انتشاره بالاونه الاخيره. هلا بالنسبه للبروستات، شو هو البروستات؟ اول شيء في كثير عالم ما بتعرف شو هو البروستات. البروستات هو هي غده تناسليه موجوده عند الذكور اللي بتفرز السائل المنوي. هلا كيف ممكن انها تصير عنا مشاكل؟ ممكن اول مرحله تصير عنا التهابات بالبروستات، الحاله الالتهابيه المتفاقمه ممكن تتطور ويصير عنا ورم او يصير عنا مشاكل او سرطانات. هلا نحن ما فينا نقول انه نحن بالغذاء بنقتل السرطان، ما فينا نحن نقول صحيح. علاج السرطان بالغذاء، وانما الاشخاص يلي عندهم العامل الجيني يعني بالتاريخ العائلي عندهم وراثه او حدا بالعائله صار عنده سرطان بروستات، فهو ممكن يكون معرض انه يصير معه هذا الشيء، ان كان خال او عم او الست او جد. هلا المهم في حدا بالعائله صار معه سرطان اي نوع، معناتها نحن ممكن يكون عندنا معرضين انه ننصب، معناتها العامل الجيني هو بيحتل المرتبه الاولى بالموضوع. لما بنعرف انه في حدا بالعائله عنده كانسر فنحن فورا بنصير بدنا نحاول نرفع مناعتنا قدر الامكان. كيف نرفع مناعتنا؟ بعدة اشياء. كيف لما نحن بفصل الشتاء فورا بنروح بنركض ناكل برتقان وليمون واي شيء فيها فيتامين سي بيرفع المناعه؟ ذات الشيء بالسرطانات. هلا السرطان هو نقص او يعني عندنا نقص، بيكون نقص مناعه شديد، بترتفع الكريات البيض درجه كثير 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 كبيره. صحيح. لدرجه انه ما عاد حتى تقدر، يعني ضعف الجسم، يعني حاله التهابيه جدا متفاقمه. نحن هون بهالحاله بدنا نقلل من هالحاله الالتهابيه. هلا عندي خلطه سحريه، يلا. هالخلطه كثير 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 مهمه، هي من مواد تحتوي على فيتامين اي. فيتامين اي اللي هو موجود او ماده الكاروتين اللي موجوده بالجزر او اي شيء لونه اورنج، عندنا الجزر عندنا البرتقان. هلا لما نحن بنخلط نوعين من فيتامين اي سوا بترتفع مناعتنا، يعني نحن بدنا نخلط الجزر مع البرتقان، ممكن نحن نضيف له جذور الكركم. جذور الكركم طبعا الباودر هو ما فيه الفوائد القيمه مثل لما بيكون فريش. الجذور الكركم بتكون مثل شكل الزنجبيل الاخضر، وانما من جوا بيجي لونه اورانج. الكركم من اكثر المواد اللي بيرفع مناعه الجسم لما نحن بنخلطهم كلهم مع بعض. ما ننسى انه نضيف رشة فلفل، الفلفل بيعزز من امتصاص الكركم بالجسم فبترتفع المناعه بشكل افضل. نحن هذا العصير اذا نحن كل يوم الاشخاص يلي بيعانوا مشاكل كانسر بالعائله اذا بنشرب هيدا المشروب كل يوم فهو حيرفعنا مناعتنا، اول شيء ضد الانفلونزا والامراض، ثاني شيء عم نرفع مناعتنا لبعدين، لانه نحن بنعرف كل ما كبرنا بالعمر كل ما قلت مناعتنا وكل ما صار جسمنا ضعيف، فلما بنقويه بهيك مواد غذائيه
قد لا يصلح العطار ما افسده الدهر، هذا شيء اكيد وامر واقع، بس وانما نحن عم نعطي حمايه لجسمنا انه تجي الاعراض اقل. وهذا اللي انا بدي اسالك عنه دكتوره. اليوم كثير من الدراسات والابحاث رجعت انه بنعرف اغلب انواع الادويه هي ماخوذه من امور طبيعيه وان كانت معالجه صناعيا او كيميائيا. خلينا نحكي عن المصادر الغذائيه، مثل حضرتك قلتي هلا فيتامين اي هو من المصادر الغذائيه اللي جدا ضروريه لمكافحه الخلايا السرطانيه. ايضا شو هي المصادر الغذائيه الموجوده اللي هي كمان بتكافح؟ اليوم في ناس مثلا تكون عم تتعالج بيوصفوا لها نظام غذائي معين، بيقولوا لها هذا النظام بيقوي مناعة الجسم مع الجلسات اللي عم تاخذوها سواء كيماوي او اشعة. هلا اهم شغله لازم نبتعد عن اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء بهيك وضع نحن الناس بفكر انه بتاكل لحمه عم تتغذى يعني. هلا فينا ناخذ نستبدل اللحم الاحمر بلحم ابيض اللي هو كاسماك، تونه او دجاج. بس بدنا ننتبه انه ما بدنا ناخذ الدجاج اللي بيحتوي على هرمونات، الدجاج العضوي. الدجاج العضوي انه نحن فينا نروح على المزارع اللي هن اصلا بيربوا دجاج عندهم، او البيض العضوي اللي هو البيض البلدي. ما ناخذ البيض الزراعي. تمام، يعني نحاول انه نجيبهم من المصادر المزارع من الضياع، كلها موجوده لانه الاسم مو كل الاماكن لسه بتستخدم الهرمونات وهيك. نحن لما بنستبدل اللحمه الحمراء باللحمه البيضاء اول شيء عم نقلل نسبه الكوليسترول والشحوم اللي عم تفوت على جسمنا والدهون، عم نمنع تراكم الدهون بمنطقه اسفل البطن وخصوصا عند الرجال. لما بنقول عند الرجال يعني سرطان بروستات اللي هو بيتحفز بالدهون عند باسفل البطن، كل ما كانت نسبه الدهون متراكمه باسفل البطن كل ما كان كمان عندنا خطر الاصابه. الاشخاص يلي عندهم زياده وزن كثير كبيرة يعني فاتوا قطعوا مرحلة السمنة المفرطة، فاتوا بمرحلة الخطورة والأكثر خطورة، هن المعرضين يصير معهم كل الأمراض مو بس السرطان. فنحن أهم شغلة أهم عامل إنه للحماية من السرطان ومن أي مرض هو البدانة. بدنا نتخلص من البدانة عن طريق عدة عوامل اللي هي بدنا نقلب اللحوم الحمراء للحوم بيضاء. أهم شيء بدنا نلغي السكريات، نلغي السكريات لأنه في دراسات بتقول إنه نحن مريض السرطان ما بزيد ياخذ سكريات حتى ما تتكاثر الخلايا السرطانية. بس في مدارس ثانية بتقول لهلا ما أثبتت دراسات هذا الشيء. بس نحن ليش بنبعد عن السكريات؟ بنبعد عن السكريات اللي ممكن ترفع لنا مشكلة السكر، ممكن تعملنا زيادة دهون، ونحن هدول المشكلتين كسكر وككوليسترول إذا كانوا متواجدين فبصير عندنا خطر إصابة بأمراض أخرى، فلهيك نحن بنبعد عن السكريات. هلا بدي انتبه، بدنا ننتبه على شغلة. نحن لما بنقول برنامج وقائي أو علاجي، ما فينا نقول علاجي بهيك حالة، وقائي أو لرفع المناعة، فنحن بنقول إنه هذا برنامج مغذي. بس ما فينا نقول، ما فينا نتبعه يعني لنقوي جسمنا. بس بدنا ننتبه للكميات. إذا كنا عم، إذا كان الشخص عم يعمل علاج كيماوي أو بالأشعة، إذا كنا بهي المرحلة فنحن ما بصير نزيد الكميات مشان نطيب أكثر ابدا. يعني ما بصير ناخذ كركم زياده عن 5 جرام كل يوم لانه نحن بدنا نصير عشان ما يقلب عكسي. ابدا، بالعكس بهي المرحله بوقت الاشعه والعلاج الكيماوي ممكن تقلب ضده للشخص اذا كنا عم نزيد من تناول المواد. القرفه كثير لها فوائد قيمه بعلاج هيك نوع من الامراض وخصوصا العيدان، ما تكون باودر. العيدان نحن لما ناخذ بشكل يومي ممكن نحط عود، نحن الجرعه بهيك حالات لترفع مناعه الجسم المفروض تكون بين 2 ل 4 جرامات كل يوم. نقدر نزيدها مع المراحل المتقدمه بس ما يكون مترافق مع العلاج الكيماوي او الاشعه. هلا القرفه فينا نضيفها مع السلطه، فينا نضيفها مع الاكل، فينا نعملها مثل مع عسل وزنجبيل وقرفه مع الشاي. تماما نشربها مع الشاي. تماما، الاشخاص اللي بيشربوا متى يحطوا زنجبيل وقرفه بالمي. القرفه كثير مهمه، الكركم بس ما بناخذ نتيجه رائعه للكركم او فوائده غير اذا نضاف له فلفل. فلفل اسود لحتى يرفع الامتصاص، يعني نساعد بارتفاع امتصاص المواد بالزيوت الموجوده. ما قلنا غير الاكل الهندي بيحطوا كركم 100% وفلفل اسود وكل هاي البهارات. صح، بس شوفي كمان الزيوت اللي بتطلع، ليش انا عم ركز على الكركم اللي هو الجذور الكركم، الزيوت اللي بتطلع منها
هي المفيدة. هلأ بننتقل لشيء تاني اللي هن الخضار. الخضار جدا مهمين بالوقاية من أي نوع من السرطانات، وخصوصا البروكلي. البروكلي أو شو بيقولوا لهم، يعني البروكلي القرنبيطات، مجموعة القرنبيطات. البروكلي خاصة بتحتوي على مادة ترفع مناعة الجسم 10 أضعاف من الحمضيات. فيها فيتامين سي، فيها مادة بتحارب السرطان. كل شيء لونه أخضر فيه مواد كتير بترفع مناعة الجسم، وفيها أنتي أوكسيدنت، مضادات أكسدة جدا عالية على رأس القرنبيطات مثل ما قلنا البروكلي. بنروح على الفواكه الموسمية، وخصوصا نحن يعني قلنا شهر نوفمبر هو شهر التوعية ضد السرطانات. ليه؟ لأنه أول شيء موجود فيه الليمون، حمضيات، بردقان، يوسفي، كل شيء فيه فيتامين سي، كل شيء بيرفع المناعة. فنحن هدول موجودين بهذا الفصل، فكل شيء كل شيء فصلي فهو بيرفع المناعة. وخصوصا لما نحن بنقول الفليفلة الخضراء مثلا، الفليفلة الخضراء فيها فيتامين سي 3 أضعاف مما بتحتوي البردقان. فنحن ممكن انه ناكل بردقان ننسى مواد ثانية. كل شيء لون ملون فهو فيه فوائد. بسرطان البروستاد كثير بتفيدنا مادة الليكوبين. الليكوبين اللي موجودة بالبندورة أو بكل شيء لونه أحمر، بس خصوصاً البندورة. لما بنقول بندورة مو يعني كاتشب، مو يعني رب البندورة، يعني البندورة المطبوخة، حتى مو الفرش. لما بتنطبخ بتنعمل مثلاً شوربة بندورة، بتنضاف للأغذية، كثير كمان بترفع مناعة الجسم. ننتقل لشق ثاني اللي هو عسل المانوكا. هلا عسل المانوكا هو اكثر انواع العسل يلي بترفع مناعه الجسم وبتقويه 10 أضعاف من باقي انواع العسل. بس ما انا موجود اكيد بسوريا، فنحن اكيد بنلجا للعسل الموجود، بس مو العسل المغشوش، العسل الطبيعي يلي بيعتمد الاكل النحلي على الزهر مو على السكر. هلا هي مجموعه من الاغذيه الموجوده، بس هي متوفره بكل بيت وموجودة بكل بيت. وأهم شغلة إنه هي حتى كسعر هي رخيصة، موجودة موجودة بالأسواق ومتوفرة. هلأ كمان ما بدنا ننسى دور العدس والحمص والبقوليات، لأنه بيرفع. ونحن هون بنستبدل اللحمة الحمراء بالبقوليات. هلأ بنستبدلها باللحمة البيضاء، بس كمان البروتينات النباتية هون بتلعب دور كعدس، لأنه بيرفع مستويات الحديد، وبنفس الوقت بيعطي طاقة للجسم ونشويات جيدة تعتبر، هو والحمص والفول. هلأ ما بدنا ننسى ليرفنا نعزز امتصاص الحديد الموجود بهيك نوع من الأطعمة، بدنا نضيف لهم ليمون أو أي شيء بيحتوي على فيتامين سي. يعني مثل الليمون ومثل الدبس، ما؟ الليمون والدبس تماماً. مثلاً لما بنقول ملوخية، الملوخية كتير منيحة لرفع مخازن الحديد، بس نحن كلياتنا بنعصر على السبانخ وخبازة والملوخية بنعصر عصرة ليمونة. ما هيك متعلمين من نحن وصغار أهلينا، ونحن استمرينا. ليش؟ لأنه يعني هي لا شعوريا يمكن العالم بتحطها، بس هي لحتى يرتفع امتصاص الحديد بالمعدة نحن بحاجة لفيتامين سي اللي هو أكثر شيء بيلبق معه الليمون. فيعني نحن بنعمل أوقات شغلات أخذنا عادة هي صحية فعليا. أكيد. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتورة نور على كل النصائح اللي عطتينا إياها، ومثل العادة أي حدا ما حضر فيه يشوف على اليوتيوب. شكرا لك. مرسي سلمى، مرسي نور. وبما أنه هي بداية شهر جديد، نتمنى أكيد الخير والصحة لكل الناس يا رب. وأكيد العادات السيئة، الدخان، قلة الحركة وقلة النوم، هدول هن خطورة على كل الأشخاص، وخطورة وبتهددنا للإصابة بكل الأمراض مو بس بسرطان معين. صحيح. فلهيك نحن بدنا نبعد عن العادات السيئة، نستبدلها بعادات قدر الإمكان تكون جيدة، ننام منيح ونشرب مي، وما ننسى الحركة بالحركة بركة، والمعدة بيت الداء والدواء. فنحن كل ما زبطنا أكلنا وكل ما زبطنا جهازنا الهضمي بترتفع مناعتنا، وبنصير عنا وقاية ضد أي نوع من أنواع الأمراض. أكيد أكيد. بنشكرك أكيد دكتورة نور، ودائما الوقت بيمر معك بسرعة. شكرا كثير لك. مرسي لكم.